كيف مكملين بالفقرة الطبية لليوم؟ رح نحكي عن جفاف العين. مثل ما خبرتيني نيرمين، انت نيرمين اليوم الاشخاص اللي بيعانوا من جفاف العين، خبرينا عنها اكثر. هلا مرحبا، تحكي الاسباب كلياتها لانه انا كثير يعني بحره بهذا الموضوع، ولكن خلينا نقول انه كلياتنا بنعرف التكنولوجيا قديش عم تاثر على عيوننا والساعات الطويله. كثير من الاسباب ما رح نحرقها، نخليها للدكتوره هي تقولها. هلا هاي المتلازمه هي منتشره بشكل كثير كبير وبصيب تقريبا 3 ملايين و 37 شخص مليون، يعني تخيلي الرقم ابدا مانو قليل ابدا، طبيعي يعني على انتشار 337 مليون على مستوى العالم. هذا المرض شو هو اسبابه واعراضه، ونحن كيف اليوم قدرانين نتجنبه؟ كثير من المعلومات حجاوبنا عنا اليوم ضيفتنا لليوم الدكتوره بثينة بدر الدين الشيخه، وهي اختصاص امراض العيون وجراحه. عسى صباحك دكتوره. مساء صباحكم يا اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي ما هو متلازمه العين الجافه؟ هلا هي التعبير اول شيء كان يقولوا بس عين جافه، هلا تطور الموضوع صارت اسمها متلازمه العين الجافه، لانه اكتشفوا انه هي مو مجرد مرض بسيط، يعني نحن كانوا بزماناتهم يتعاملوا مع هذا المرض انه شغله بسيطه، انه الدمع ما انه مكفي بنعطي قطره دمع وانتهت المشكله. اكتشفوا لا، انه هذا مرض مزمن التهابي بياثر كثير بالعين وبياثر بحياتنا. حتى في دراسه نشروها جديد انه المرضى اللي عندهم جفاف العين اسلوب حياتهم عندهم في اكتئاب بشابه مريض اذا كان عنده عم يعمل غسيل كليه. اوف، شو اليوم وجهه يعني تشابه القصتين؟ انه الاكتئاب اللي بيسببه جفاف العين الشديد للمريض بيحدله من حياته، ما بيكون مبسوط، ما بيكون سعيد، وبيعمل له اعراض نفسيه حتى بتوصل لهالدرجه. فهي اخر دراسه، بس هي الفكره انه مشان يظهروا قد ايه اهميه هالمرض وقد ايه موجود. هلا مثل ما تفضلتي هو كثير انتشاره عالميا، تقريبا 400 مليون بني ادم يعني مصابين بهذا متلازمة. بأمريكا لحالها شي 40 مليون، هاي الإحصائيات. هلا بلدنا أكيد منتشرة كتير، ما في إحصائيات، بس مرض منتشر بشدة. هلا إذا بدنا نعرفه كتعريف، هلا كان مثل ما قلت لكم قبل يقولوا إنه هو نقص الدمع، إنه ما في دمع كافي. هو لا، مو هيك، هو مرض له علاقة بفيلم الدمع، هذا الفيلم اللي لازم يكون قدام طبقات العين يغذيها، يرطبها، يحميها، ينظفها من التلوث اللي بيجي من الجو. هذا الدمع اما ما عم يفرز بشكل كافي، هذا اول سبب له، هذا بشكل تقريبا بس 30% من نسبه الاسباب كلها. 70% انه ما نثابت فيلم هالدمع، فيلم هالدمع اللي لازم يغطي العين لمده ما بتشوفه غير تبخر بسرعه كبيره، تمام؟ هو لازم يقعد على يعني بتماس بالعين من 7 ل 10 ثواني، اقل من 7 ثواني او 10 ثواني بتلاقيه تبخر من على العين. هدول بيشكلوا الاسباب التبخر او سرعه التبخر بتشكل 70% من اسباب جفاف العين، وهي هلا ممكن نحكي فيها بالتفصيل. طيب خلينا نحكي اليوم عن ما بنقول حكينا شوي انه عن فيلم الدمع وكذا، وحكينا عن التكنولوجيا قديش لها تاثير مهم. في حال صارت الاصابه ورحنا عند الدكتور وتشخص المرض، شو هي المضاعفات والسلبيات في حال عدم استشارة الدكتور؟ ايه هلا اذا بدنا نحكي مباشرة انه عدم استجابة يعني او علاج المرض بحد ذاته شو ممكن يسبب بالعين. هلا الجفاف اذا فهمنا شو بيعمل الدمع للعين نعرف اذا شفاف وشو شو ممكن يؤدي. هلا المريض بيجيك عم يشكي من حكه وحرقه وما انه شايف، حتى بياثر على نظره وعينه حمراء اغلب الوقت، غباشه نظر، هي شغله اساسيه عندهم انه فيلم الدمع هو الطبقه يعني طبقه انكساريه مهمه كثير بالرؤيه عند الانسان. إذا ما التزم، ما عالج، ترك الموضوع لحده الأعظمي، ممكن نوصل أنه هذا سطح الملتحمة اللي لازم يكون مخاطي، ناعم، شفاف، ممكن يبلش يتقرن، ممكن يتقرح، ممكن يصير عندنا ندبات إن كانت على القرنية وإن كانت على الملتحمة، وممكن نوصل آخر شيء لتوعي، وهذا كتير شيء سيء بالنسبة للعين. طيب. مدمر للعين. طيب خلينا نحكي عن موضوع العلاج اليوم، هل ممكن يكون في ضرورة لتدخل جراحي ولا علاج دوائي أو قطرات؟ هلا شوفي العلاج كتر من موضوع مهم، عملوا له جمعية لحاله، جمعية لأمراض العيون، بتعقد سنويا لجفاف العين بس لحالة، بتعقد سنويا بشكل دوري مشان يحطوا شو آخر المستجدات. تطورت كثير القصه تبع جفاف العين لانه الاول كثير منتشره مثل ما حكينا وكثير مهمه.
مثل ما حضرتك عم ترفي كثير فعندك نشفان واضح للعين ما قدراني تفتح العين تبعك، فهي كثير منتشره بشكل شائع جدا. فالفكره الاساسيه انه نحن شخصنا. هلا التشخيص بسوريا للاسف يعتمد بعده على الفحص السريري وشويه فحوص بسيطه. برا صار في عيادات خاصه لجفاف الدمع اسمها عياده الدمع، بيروح عباره عن اجهزه بتقيس اكثر من شغله عند الانسان للدمع، الاوزمولاريتي تبعه قد ايه عم يرف، قد ايه طبقه الدهن فيه، قد ايه سرعه تبخره، كله ارقام. يعني معدل الرف، معدل الرف كثير مهم. هلا الرف الطبيعي لازم البني ادم يرف كل خمس ثواني يكون في رفه تغسل العين. الانسان مثل ما كنتوا عم تحكوا انه اللي بيقعد كثير على الجوال او على اللابتوب او على الاجهزه المحموله بينسى يرف، هي مشكلته انه بينسى يرف، فبتلاحظ انه بعد فتره انه الدمع تبخر بسرعه. طيب تبخر بسرعه. اليوم رفه العين هي حركه اراديه لحتى هو ينسى يرف؟ هي لا، مو حركه اراديه، حركه لا اراديه، بس انت وقت ما بتكوني قاعده وعم تركزي بشغله فطبيعي انه انت حتطلبي تركيز اكثر. اي لانه هي حركه لا اراديه، لا اراديه، لانه انت لحالك اكثر. فاي خاصه اذا طولتي يعني على اللابتوب، سرنا على اللابتوب هيك، فبتفيقي انه عينك عم تحرقك لانه الدمع ما غطى العين الفتره صحيح. اللازمه لا ما رطب الفتره اللازمه، فالعين صارت حمراء ومؤلمه ومزعجه. مو بس هيك يعني كمان احنا عم نحكي بظل قطع الكهرباء وما في ضوء، فانت تخيلي قديش بدك توسعي الحدقيه ولا قد ايه بدك تركزي وتبحلقي. تمام، الدم الرفيف لحاله قصة. هلا نرجع لسؤالك انه كيف العلاج. هلا العلاج حسب مرحله الجفاف. انا قلت انه هدول الفحوصات مشان تقدري تقيمي المريض هل هو جفاف العين عنده خفيف، متوسط، شديد، الدرجه تبعيته. ثاني شغله تعرفي شو سببه، هل هو من النوع اللي هو نقص الافراز ولا هو من نوع التبخر السريع. هلا نقص الافراز شيء والتبخر السريع شيء. نقص الافراز بتجي كثير مع الامراض الجهازيه، يعني مريض مثلا عنده امراض مناعيه، صدف، جوغرين، هدول الامراض اللي بتعمل انه الدم ما بيقعد ينفرز بشكل كافي بالعين، فبتلاقي طبقه الدمع قليله وبالتالي عملت نشفان بالعين. هذا علاجه يختلف تماما عن علاج السبب الثاني اللي عنده سرعه بالتبخر، اللي ممكن يكون البحلقه بالموبايلات، التكييف، التلوث الموجود بالجو، الالتهاب بحواف الاشفان، المكياج اللي بيسد الغدد اللي بتفرز الطبقه الدهنيه تبع الدمع. فالعلاج يختلف حسب السبب. خليني اسالك عفوا هون عن كمان يمكن ما ذكرناها، موضوع عمليات الليزر والليزك قديش بياثر كمان على تمام الليزك الجفاف. والليزر هن احد اهم اسباب الجفاف للعين. بعد عمليات بترتفع نسبة الجفاف تقريبا ل 25 ل 30% بعد ما يعمل الواحد يكون عامل عملية ليزر او ليزك او تصحيح اسوأ انكسار بشكل عام. كمان عندنا استخدام العدسات اللاصقة، هدول كلهم اسباب شائعة. اليوم العدسات على هي القصة كمان نفس الشيء، العدسة تطلب انه تكون العين فيها رطوبة عالية، طالما انه انت عندك بالاساس مكشف جفاف وحطيتي عدسة لاصقة زاد الجفاف اكثر. هلا اول شيء لازم نعرف شو نحن عم نواجه، اي نوع، تمام، شو السبب، كرمال نعرف خطه العلاج، لنعرف خطه العلاج، خلينا نحكي عن خطه العلاج لكل نوع. هلا سالنا، بنسال المريض الاسئله، حضرنا، عرفنا شو مريضنا بيعاني. هلا اذا كانت الجفاف مرحله بسيطه العلاج كثير، انه اهم شيء فيه الخطوه الاولى حاطينها انه لازم تسقيف المريض. عشان بدنا نسقف المريض؟ هذا المرض مزمن، فالمريض لازم يعرف شو عم يواجه، شو الاسباب اللي عم تعملها ويحاول يبعد عنها. حيتطور بالنهايه اذا ما التزم، حيتطور وحيصير للاسوء. فاول شيء تسقيف المريض، ثاني شغله تحسين الجو اللي هو عايش فيه، يعني اذا المكيفات شغاله كل الوقت، عم تنشف الغبره، اذا في تلوث جو المكاتب، القعده كثير على الموبايلات، انه هدول نظام الحياه تبعه لازم يعدل فيه والا ما حيمشي الحال. يعني اللي بيحلق بالموبايل اكثر من او شغله على الموبايل 4 من 5 6 ساعات هذا مريض اكيد ماشي لجفاف عين شديد. فالمفروض نحن نعلمه انه بعد شي ساعه تقريبا قوم اول شيء مشي، وثاني شغله طلع لبعيد وريح عيونك، غمضهم ولو ب5 دقائق. فهي الحركه لحالها ممكن تساعده انه يستعيد فيلم الدمع التوازن تبعه. الغذاء كثير شغله مهمه، الطبقه اللي بيديها هي العلاقه بالاوميجا 3، فنحن بنأكد انه نحن الغذاء تبعنا لازم نحوي على الاوميجا 3 مشان يكون عندنا في توازن بفيلم الدمع. هلا هي بالدرجات البسيطه، هلا ببلش التداخل الطبي بالدرجه الاشد، نحن بنقول له اعمل كل هدول، بعدين اذا والله بعده بحاجه مساعده. طبعا اهم اشياء شيء هي الاطراف،
قطرات الدمع الصناعية المنتشرة كتير وممكن أي شخص ياخدها، وتلاقي أغلب شعبنا أنه طالع لك دمع وشو عم ياخذ تاخذ قطرة لك هاي القطرة عطوني إياها لأنه تغسل العين. فهي بنتلاحظ أنه قطرات الدمع الصناعية منتشرة. هلا استخدامها من 3 لـ4 مرات، ممكن لست مرات اذا كان واحد قاعد شغله كله على اللابتوب، انه هاي الساعه بيستخدمها انه يقطر قطره دمع صناعي. كويس. القطرات ما عم تكفي، اسا في مشكله، العين في الى افراز دمع في الى مصرف، نحن عم نحاول نساعد بالقطرات منسد المصرف مشان تكفي الدمع اللي عم ينفرز يصير يكفي العين. فممكن نستخدم شيء بنقول له سدادات دمعيه. النساء اللي بيستخدموا مكياج بشكل كتير كبير بيأثروا كتير على غدد موبوميوس، فهي الغدد الإفراز الدهني. في جلسات جديدة اسمها جهاز IBL Intensive Plus Light، هو عبارة مو ليزر، هو عبارة عن ضوء بيعالج هاي الغدد. هاي الغدد بيخليها تصير دافية، تصير إفرازها أسهل. هي عبارة عن جلسات، البروتوكول العالمي إلى من 3 لـ4 جلسات، بتساعد كتير بالتخلص من حالة الMGD من إلا، وبتحسن كثير من نوعية الدمع وبتخلي سباتيته على القرنية أطول. ما مشي الحال. بسألك نحن ممكن نروح للجراحات دكتورة؟ هو حب بلش بالثالثة، هي بلشنا الجراحات. هلا في أدوية نسيت لكم كمان، في أدوية مثبطات مناعة أنه بتستخدم أنه لا تخفف، لأنه قلنا أنه الجفاف الدم هو آلية التهابية آخر شيء حتصير بالعين، هندخل بهيك حلقة فيها التهابات، فهي الالتهابات عم نسيطر عليها عن طريق أنه ممكن نستخدم مضادات التهاب، ممكن نستخدم مثبطات مناعة لهالدرجة يعني وصلت القصة لنقدر نسيطر على الجفاف، خاصة بمرضى بعد جراحات الانكسارية كتير شائع استخدامهم لهي، لأنه إذا طول جفاف العين عندهم كتير مزعج، فممكن نستخدمها كورس علاجي يحسن لهم كتير وضعهم. وموجودة صارت عنا، كانت قبل غير موجودة. الجراحات منبلش جراحة الأصعب، أنه أول شيء نسد هذيك، كنا نقول أنه نحط سدادة مؤقتة لمجرى لنقاط الدمعية، منصير نحط سدادة دائمة أو من كوترة أو من خسرة، أو ممكن نستخدم عدسات لاصقة خاصة للجفاف، يعني طبعا. هي كعلاج للجفاف ما أنا موجودة إسا هون، بس أنه موجودة عالميا. ما مشي الحال، صارت القصص أكبر بكتير. في عمليات نقل أعصاب من يعني أنه نستعير عصب، أنه صارت كتير قصة أكبر، لأنه بدنا تنبيه عصبي للعين لتفرز الدمع تبعها، فبندخل بالقصص الكبيرة. صفينا. طيب خلينا نسألك، اليوم ذكرتي عدة طرق اليوم لتشخيص المرض، وقديش أنه في جمعية اليوم للعناية بالمرض ومتابعة آخر المستجدات. خلينا نحكي بعيادات اليوم بسوريا متوفرة هي التقنيات لتقدر تشخص بالضبط هي المشكلة وتحلها؟ الأجهزة الجديدة اللي موجودة بعيادات الدمع غير موجودة عندنا. طيب ليه ما أنا موجودة؟ التكلفة يعني الحصار القصص الحرب اللي نحن فيها والحصار كتير، يعني نحن على القليل يكون في جهاز واحد يخدم القصة. هلأ كتشخيص للأسف عندنا التشخيص البسيط اللي هو شيرمر، اسمه اختبار شيرمر، اختبار الفلوريسين، الفحص السريري، بيعمل لك تقييم مبدئي وموجه، بس انه مو تخصصي كتير. هلا بس الشيء مثلا الظريف عندنا انه في عندنا شيء اسمه IBL، العلاج المعالجه الضوئيه المكثفه، صار موجود بسوريا صار له تقريبا شيء 5 سنين، وممكن استخدامه بحالات الMGD وكثير بحسن نوعيه الدمع. وبيعطي توصيف تشخيص بشكل صح؟ التشخيص كعلاج كعلاج موجود صار. فالعلاجات موجوده، بس التشخيص كتشخيص يعني دقيق بالقيم والارقام للاسف مو موجود. يعني نحن إن شاء الله ما بنوصل لهي المراحل. هي القصة كتير بسيطة يعني، رغم أنها متلازمة ورغم أنها منتشرة، ولكن يعني إجراءات كتير بسيطة نحن قادرين اليوم نمشي مسافة كتير منيحة بالعلاج وما نروح لا للجراحة. إذا ثقفتي هيك ثقافة بالنهاية، تغيير نمط حياة، تغذية، يعني هي القصص كلها نمط حياتنا كله غلط يعني. طيب خلينا نروح دكتورة توصيات وهيك نصائح لكل حد عم شوفنا اليوم، نحن شو اليوم قادرين نعمل كرمال ما نوصل لهي المرحلة؟ أهم شيء نعرف أول شيء شو نعم نواجه. نحن جفاف العين اللي عم نواجهه ناتج عن شو؟
متى ما عرفنا ناتج عن شو ناجم عن شو بدنا نبلش نحسن هذا الشيء اللي نحن عم نواجهه. يعني اذا كان ناجم عن انه قاعده كثير على الجوال مثل ما حكينا بنخفف عدد الساعات، اذا استخدام خاطئ للعدسات اللاصقه للمكياج، في طرق نتعلمها كيف ممكن يعني ندير هاي القصص بحيث انه نحمي عيننا من نوصل للمراحل الشديده من جفاف العين. العلاج مثل ما قلتي بسيط بس بده وقت وبده بال طويل ومثابرة من المريض وثقافة منه وتفهم لها المرض. المرض على بساطته مزمن وممكن مثل ما قلنا انه الدراسة اللي حكيت لكم عنها انه بيؤدي لاكتئاب وبرا الحقيقة انه بيزوروا مرضى العيادات النفسية. يعني مريض جفاف العين ممكن نوصل معهم انه تحويل الطبيب العينية بحوله على عيادة نفسية انه صار عنده اكتئاب شديد ما عم يمشي الحال. قديش الموضوع متشعب وخطير ونحن بنقول شو معك؟ بيقول لك ببساطة معي جفاف بالعين. حط لها بسيطة ما بدها شيء. بدنا نشكرك دكتورة لتواجدك لليوم، صباحك صحة هيك وخير على طول. الدكتورة بثينة بدر الدين الشيخة أخصائي في أمراض العيون وجراحتها. صباحك حلو. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، وأكيد الصحة والسلامة للجميع.